مرحبا بكم في حلقة جديدة من كيفاش. في كيفاش اليوم تعرضنا المشكل بسيط اللي هو ريحة البصل وإلا ريحة الحوت هي اللي تقعد شادة بارشة في اليد. اليوم لقينا لها الحل في برنامج كيفاش. الحل اللي نقترحوه عليكم اليوم في كيفاش، كيفاش تنحي الريحة الخايبة من يديك بعد ما تقشر البصل وإلا الحوت. الحل سهل ياسر وبسيط ياسر. شوية ماء وسكينة إينوكس، تحط يدك في الماء ومن بعد تعدي السكينة، تفرك بها مليح يديك وهكا تتنحى الريحة من يدك. وإلا فما حل آخر سهل ياسر زادة وبسيط ياسر وما يتكلفش، يتكلف كان شوية من القهوة اللي تخليها في الكافيتير بتاعك. تاخو شوية بن وتفرك به يديك ومن بعد تبلي يديك بالماء وهكا تتنحى الريحة من يديك نهائيا. هذا كان الحل بتاعنا في كيفاش كوجينا اليوم. عسلامة، مرحبا مرحبا بكم. سامحوني ما كنتش شوف فيكم. امراياتي بتاع الماء كيف ما تشوفوا ضبط ضبط، ما عادش شوف قدامي. هذه مشكلة تعرضنا نحن اللي نعوموا في البحر وإلا في البيسين بالماسك. اما الماسك هذا عنده حل باش نحي منه الذباب. الحل سهل ياسر وبسيط ياسر، باش نفسره لكم. نستحقوا شوية دونتيفريس، نحط شوية من الجهة اليمين وشوية من الجهة اليسار، نحطه كيف ما تراو من الجهتين الدونتيفريس، ومن بعد بصوابعنا نعديو الدونتيفريس على الأطراف الكل وعلى البلايس الكل في وسط الماسك. العملية هذه لازمها تتعمل قبل بليلة على خاطر الدونتيفريس لازمه يبات ويشيح وحده في وسط الماسك. بعد ما حطينا الماسك بتاعنا لمدة 24 ساعة في الظل، ناخذوا شوية ماء دافي، نهزوا الماء ونمسحوا بالطريقة هذه الماسك بتاعنا. بعد ما نكملوا نشلوا الماسك بتاعنا مليح، نخليه يشيح وحده بلا غير ما ننفخ عليه وبلا غير ما نمسحوه حتى بطرف قماش. العملية هذه صالحة الغطسة واحدة، كل ما تجي تعاود تعاود العملية من الأول وجديد قبل بليلة. هذه كانت فكرتنا لكم في كيفاش بريكولاج، جربوا وتفكرون. مرحبا بكم معنا مرة أخرى في كيفاش انترنت. في كيفاش انترنت اليوم باش نتعرفوا على معلومة جديدة. المعلومة هذه النجمون نتحصلوا عليها كيف ندخلوا للصفحة جوجل ونكتبوا لا ريبونس دو لا في اون كليك انتري. فوالا، نتحصلوا على تابلو قدامنا فيه كالكولاتريس فيه النومرو 42 مستوحاة من كتاب خيال علمي. الكتاب هذا تكتب على الإنسانية اللي صنعت حاسوب وطلبت منه باش يعطيها سر الحياة. الحاسوب هذا بويسون ياسر قعد 7,500,000 سنة وهو يفركس في الغيبونس ومن بعد جاوب برقم 42. اسم الكتاب هذا لو غيد دو فواياج غالاكتيك اللي كتبه البريطاني ادامس دوغلاس. هذه كانت معلومتنا اليوم في كيفاش انترنت. مرحبا بكم
Et à tout de suite. مرحبا بكم في كيفاش بونوس. في كيفاش بونوس اليوم باش نعملوا عملية حسابية بسيطة. العملية هذه باش تخرج قدامكم على الإكران توا، باش تخرج قدامكم أرقام تحسبوهم بستر بستر. عملية جمع صغيرة، نعاود نقول لكم تحسبوهم بستر بستر وبلاش كالكولاتريس. نعطيكم وقت باش نجموا تحسب. برشا منكم لقاو المجموع بتاع العملية هذه اللي هو 5000، اللي هو غلط، ما هوش 5000، المجموع بتاع العملية هذه 4100. اجبد كالكولاتريس وعاود احسب في عقلك وتلقاه 4100. العملية هذه ما يطلعوها صحيحة كان 2 على 10. كانت هذه كيفاش بونيس اليوم. جربوا وتفكروني. تصبح على خير وباي باي. ما تنساوش ليزاستيس بتاعنا الكل تلقاوهم على شان يوتيوب وإلا على الباج فيسبوك. جربوا وتفكرونا. شهية طيبة وفي الأمان.